سلام منا عليكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية. البداية نستهلها بأبرز العناوين. صحة ساحل حضرموت تنفذ جملة من الإجراءات الاحترازية للمسافرين القادمين من القاهرة عبر مطار الريان. مخاوف من مضمون زيارة الوفد الأممي إلى حضرموت من نقل المعركة عسكريا إلى المحافظة. لقاء عدن يناقش أوضاع مؤسسة المياه بالعاصمة. أهلا بكم بعد. اطلع وكيل الوزارة مدير صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري على الإجراءات الاحترازية التي ينفذها مكتب الصحة للمسافرين القادمين من القاهرة عبر مطار الريان الدولية. وقال الوكيل الجريري أن مكتب الصحة اتخذ عددا من التدابير الوقائية للمسافرين تضمنت الفحص الحراري وأخذ العلامات الحيوية لتفادي ظهور وباء فيروس كورونا ومنع انتشاره في حضرموت، مؤكدا أن حضرموت لم تسجل أي حالة اشتباه بفيروس كورونا، وأن مكتب الصحة في حضرموت قد اتخذ إجراءات احترازية بذلك. سلمت منظمة الصحة العالمية معدات وتجهيزات طبية إلى مستشفى المكلا للأمومة والطفولة بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال مراسيم التسليم قال وكيل الوزارة مدير صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري أن هذا الدعم والتجهيزات يعد استكمالا للدعم السابق من قبل دولة الإمارات، شاكرا لها ولمنظمة الصحة العالمية على جهودهما المبذولة في دعم القطاع الصحي في إشرافهم على هذا الدعم. هذا ويأتي الدعم لرفض مستشفى المكلا بالتجهيزات الطبية الحديثة لتقليل نسبة وفيات الأطفال وخصوصا الأطفال ما دون الخامسة، في ظل الدعم السخي التي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في عدة مجالات منها الصحية لمحافظة حضرموت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الدعم والتجهيزات والأثاث المقدم المستشفى المكلا استمرار لدعم أخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل الدعومات السابقة التي كانت مقدمة، وما زالت دولة الإمارات يعني تدعم صحة ساحل حضرموت مجموعة من التجهيزات ومجموعة من الدخولات في البنية التحتية. فهذه التجهيزات التي وصلت اليوم عبارة عن استكمال للدعومات السابقة وأيضا دعم كبير جدا لهذا المستشفى من ضمن دعم في كل الاتجاهات، سواء كان في موازنة تشغيلية أو دعم محروقات أو دعم كادر صحي أو دعم بتجهيزات طبية. تأخرت كثير لكنها وصلت هذه التجهيزات وجاءت بدعم من دولة الإمارات وعبر منظمة الصحة العالمية. فنحن نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على كل ما يقدمه من دعم لصحة ساحل حضرموت، ونشكر أخواننا في منظمة الصحة العالمية على إشرافهم على هذا الدعم، ونتمنى من إدارة المستشفى الاستفادة القصوى من هذه التجهيزات وإدخالها في الأقسام الجديدة بعد إعادة تأهيلها، بحيث أنها تقدم خدمة وتقلل من وفيات الأمهات وفيات الأطفال، ويستفيد منها المجتمع في حضرموت وكل المحافظات المجاورة الذين يطلبوا خدماتهم في هذا المستشفى المرجعي. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم تم تدشين استلام التجهيزات الطبية بدعم منظمة الصحة العالمية وتمويل دولة الإمارات العربية المتحدة للمستشفى الأمومة والطفولة باشا رحيل المكلا. هذا الدعم الذي أتى تويجا رفض هذا المستشفى بالتجهيزات الطبية الحديثة، وذلك لتقليل نسبة الوفيات بين الأطفال في هذا المستشفى وخصوصا الأطفال ما دون الخامسة من العمر. نتمنى أن تكون هذه التجهيزات رافد قوي ومتين لتطوير عمل المستشفى وتقديم خدمات طبية جليلة للمواطن في محافظة حضرموت والمحافظات المجاورة، سيما وأن هذا المستشفى يعتبر مستشفى مرجعي للأطفال من محافظات عدة من شبوة المهرة بالإضافة إلى سيئون وسقطرة. تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ جمال عبدون صباح اليوم سير الدراسة بعدد من مدارس مديريتي سا وتريمة. واطلع الوكيل عبدون على سير الدراسة في مديرية سا في ثانوية الفقيد عوض باوزير للبنين وسا للبنات ومدرسة صلاح الدين الأيوبي، كما اطلع على سير الدراسة في مدرسة الفقيد فيصل بن شبان بمنطقة ثبي ومدرسة 22 من مايو بمنطقة البدع وثانوية الأحقاف للبنين ومدرسة عينات للبنين والبنات بمديرية تريم.
التقى مدير النقل بساحلي حضرموت الأستاذ سعيد باوزير بمدير عام مديرية الموكلة العميد حسين الحامد لمناقشة أوضاع النقابات والإيرادات بالمديرية، وجرى خلال اللقاء الاطلاع على عمل النقابات وجمعيات النقل والإيرادات وبعض الإشكاليات العالقة. وخرج الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم جميع النقابات، من ضمنها نقابة مجمع خطوط المديريات وخط عدن وبروم ميفع والخطوط الداخلية للباصات الكبيرة والصغيرة لتنظيم حركة السير وحلحلة العوائق الشائكة. ناقش لقاء ضم السلطة المحلية بمديرية مدينة الموكلة وإدارة الأمن آلية تحسين أداء اللجان المجتمعية بشكل عام واللجان الأمنية بشكل خاص بمناطق شرق مدينة الموكلة. واستعرض اللقاء الحلول التي تسعى لها السلطة بالموكلة تنفيذها فيما يتعلق بالمهمشين المتواجدين في الأحياء وتوفير سيارات إطفاء للمنطقة. كما تطرق اللقاء إلى العديد من القضايا التي يتطلب وضع حلول لها، وأكد الحاضرون على أهمية التعاون بين الجهاز الأمني بالمديرية واللجان المجتمعية لتحسين العمل الأمني ومواجهة أي ظروف استثنائية. وفي سياق آخر، ناقشت السلطة المحلية بمديرية الموكلة مع ممثلي منظمة صناع نهضة الشباب أوضاع مشروع المنظمة بحضرموت. ويتضمن المشروع دورات تدريبية في بناء قدرات موظفي وعمال صندوق النظافة والتحسين والمؤسسة العامة للمياه بالمحافظة. واستعرض اللقاء الخطة الاستراتيجية لعمل المشروع والمكونات المتعددة لسير العمل والخطوة التي تأتي لرفع كفاءة وأداء الكادر المهني لمواكبة التطورات المهنية. التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر بالموكلة بالوفد الأممي برئاسة السيد أندرو مارشل كبير مستشاري المبعوث الدولي إلى اليمن ومرافقيه. وفي اللقاء أشار رئيس انتقالي حضرموت إلى أنه لا يمكن التوصل لحل الأزمة والحرب في اليمن دون الاعتراف بحق الجنوبيين في استعادة دولتهم، موضحا بأن شعب الجنوب يسعى لإقامة دولة مدنية اتحادية. وتطرق اللقاء إلى ما يعيشه المواطنون في وادي حضرموت من اختلالات أمنية، وأن الحل يتلخص في تمكين أبناء حضرموت من حفظ أمنهم بأنفسهم. وفي ختام اللقاء سلم انتقالي حضرموت الوفد الأممي رسالة تتضمن وجهة نظر الانتقالي ورؤيته لحل الصراع القائم. التقى الوفد الأممي للمبعوث الخاص في اليمن مارتن غريفيت السلطة المحلية والمكونات السياسية في إطار زيارتهم إلى حضرموت. المزيد في التقرير التالي. في زيارة هي الأولى لوفد أممي إلى حضرموت، التقوا خلالها السلطة المحلية بالمحافظة والمكونات والأحزاب السياسية للاطلاع عن كثب على مجمل الأوضاع خاصة السياسية والأمنية بحضرموت، بالتزامن مع التحركات العسكرية للميليشيات الحوثية في محافظتي الجوف ومأرب. مراقبون متابعون للوضع السياسي في البلاد يرون أن الزيارة تحمل في طياتها الكثير من الغموض، خاصة في ظل تطور الأوضاع العسكرية في الجوف ومأرب بين قوات الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية، مع تخوف الكثير من أن مضمون الزيارة هو جس نبض المكونات السياسية والقبلية بالمحافظة حول التطورات العسكرية الجارية في البلاد. فيما يرى آخرون أن الزيارة أتت لقياس الوضع السياسي والأمني القائم في المحافظة من أجل وضع سيناريو لمستقبل حضرموت في التسوية السياسية القادمة، نظرا لما تمتلكه من ثروات رفدت خزينة الدولة بأكثر من 70%. تنوعت آراء الشارع الحضرمي حول الزيارة وكثرت الشكوك من بغية نقل المعركة عسكريا إلى حضرموت، خاصة بعد التواطئ الأممي المكشوف مع ميليشيات الحوثي الذي ظهر بشكل جدي مؤخرا خاصة في الحديدة. وكشفت تقارير صحفية عن أسباب إطالة الحرب واستفادة الأمم المتحدة منها في ظل حجم الفساد المالي فيها، حيث تخطط ميزانية البعثة في اليمن ما هو مخصص للبعثة في سوريا ب17 مليون دولار، ناهيك عن السفريات والنثريات الأخرى. نشر أمن مديرية الموكلة الإحصائية الشهرية لعدد وتفاصيل البلاغات التي تم استقبالها
في المراكز الأمنية خلال شهر فبراير، حيث بلغت إجمالي البلاغات 87 بلاغاً، قيدت منها 3 بلاغات ضد مجهول، وتم ضبط 126 مشتبه به، وقدرت الخسائر المالية بحوالي 62 مليون ريال، وبلغ عدد الأشخاص المجني عليهم 89 شخص. داهم مجهولون صباح اليوم مكتب بريد حوطة أحمد بن زين في مديرية شبام وأضرموا النار فيه. وقالت مصادر محلية أن مسلحين أخرجوا الموظفين والمراجعين من البريد قبل أن يلقوا قنابل بداخله، ما أدى إلى اشتعال النار فيه. وأشار المصدر إلى أن إدارة المكتب تواصلت مع الأجهزة الأمنية للتعامل مع الواقعة والكشف عن ملابسات الحادثة. يذكر أن وادي حضرموت يشهد انفلاتا أمني وعمليات اغتيال وسطو مسلح. منعت السلطات السعودية الدخول إلى أراضيها عبر منفذ الوديعة في إطار الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا. وأضافت مصادر أن السلطات السعودية منعت دخول المسافرين عبر منفذ الوديعة حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن حركة الشاحنات التجارية مستمرة بشكل طبيعي في الدخول والخروج من وإلى المملكة. وإلى العاصمة عدن، حيث وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري أمام نتائج اللقاءات التي عقدها رئيس الجمعية الوطنية خلال الفترة الماضية في الخارج. وناقش الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمعية الوطنية اللواء ركن أحمد سعيد بن بريك التقارير المقدمة من رؤساء لجان الجمعية ودوائر الأمانة العامة والهيئات التنفيذية للقيادات المحلية بالمحافظات عن أنشطتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الداخلية المتعلقة بعمل المجلس، وتم اتخاذ ما يلزم بشأنها. أشاد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء ركن أحمد سعيد بن بريك بالدور الريادي للمرأة في محافظة المهرة وبصمودها أمام التحديات. جاء ذلك خلال لقائه في مقر الجمعية برئيستي إدارتي المرأة والطفل في مديريتي المسيلة وسيحوت بالمهرة. وأثنى اللواء بن بريك على الدور الفاعل للمرأة الجنوبية في مختلف الميادين، مشيرا بأن المجلس الانتقالي يسير بخطى ثابتة إلى أن يتحقق الهدف المنشود باستعادة دولة الجنوب. وفي ختام اللقاء قدمت الجمعية الوطنية دعم للمركز الصحي بمديرية المسيلة. ناقش رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بعدن الدكتور عبد الناصر الوالي مع مستشار المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة زكي حدادة الصعوبات والمشكلات التي تعاني منها المؤسسة. وناقش اللقاء جملة من المقترحات الهادفة لتصحيح أوضاع المؤسسة وآليات تطوير العمل لتحسين جودة أدائها والسبل الكفيلة لتجاوز الصعوبات والمشكلات التي تعانيها بما يضمن انسيابية الخدمة المقدمة للمواطنين وعدم توقفها. وفي لحج نظم المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المسيمير ندوة نقاشية حول الأوضاع والمستجدات في الساحة الجنوبية. واستعرضت الندوة الواقع الراهن للقضية الجنوبية والحفاظ على مسار الدفاع عنها من قبل قيادة المجلس الانتقالي من خلال الدبلوماسية وطريق الردع العسكري ومحاولات الالتفاف عليها وعودة ميليشيات الحوثي والإصلاح إلى الجنوب. والآن المشاهدين الكرام ننتقل وإياكم إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية. نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. صحة ساحل حضرموت تنفذ جملة من الإجراءات الاحترازية للمسافرين القادمين من القاهرة عبر مطار الريان. مخاوف من مضمون زيارة الوفد الأممي إلى حضرموت من نقل المعركة عسكريا إلى المحافظة. انتقال عدن يناقش أوضاع مؤسسة المياه بالعاصمة.
سيدات وسادة، قدمنا لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة المكلا المحلية. ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة موقع القناة على اليوتيوب وفيسبوك مكلا تي في. إلى اللقاء.